بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحبتي الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنتكلم فيه ونشرح عن كيفية شراء الأسهم الأمريكية وبعض الأسهم العالمية بشكل حقيقي ومباشر، وتملك هذه الأسهم بشكل فعلي عن طريق واحدة من أقوى الشركات الوسيطة على مستوى العالم، شركة XTB الإماراتية. طبعا حاليا بكل بساطة تستطيع أن تختار السهم الذي تريد شراؤه، تتملك هذا السهم وتحصل على أرباح هذا السهم عندما توزع الشركة الأرباح، وحالما يصعد السهم تستطيع أيضا بيع هذه الأسهم عن طريق نفس الوسيط، ويمكن أن تبدأ هذا التداول بمبلغ 10 دولار أمريكي فما فوق وتشتري الأسهم التي تريدها. طبعا رابط تسجيل الحساب لبدء التداول والاستثمار في هذه الأسهم وفي كل الأدوات، الرابط مباشرة بدون أي وساطات أو عمولات، موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. ممكن تضغط على الرابط تسجل حسابك، بعد ذلك يعني تتواصل معك الشركة لإكمال عملية تسجيل وتفعيل وتجهيز الحساب. كما تشاهدون يعني هنا لدينا مثلا تختار تقدم الشركة شراء الأسهم في أسواق ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، تشيك، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النرويج، الولايات المتحدة، بلجيكا، سويسرا، فرنسا، فنلندا، هولندا. يعني كل الأسهم المتاحة للتداول في تلك الشركات يمكن أن تشتريها. على سبيل المثال هنا لدينا سهم أبل، سهم أبسيريلا، أبيونا، أمبيف اس اي، اير بي ام بي. هذه الأسهم أحبتي تستطيع أن تشتروها بسعرها الفعلي، تشتروها بسعرها الفعلي وتتملكوها تملك حقيقي بدون نظام الرافعة المالية وبدون نظام الهامش. يعني عندما تشتري هذه الأسهم تثبت باسمك فعليا، وعندما يرتفع سعرها أو عندما توزع الشركة أرباح تحصل أنت على هذه الأرباح متملك حقيقي تماما، مثل ما يعني تفتح في، إذا كنت مثلا في السعودية تفتح حساب للاستثمار في الأسهم السعودية تماما بنفس الطريقة. الأسهم المتاحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مثلا، على سبيل المثال أسواق الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1400 سهم. نيجي مثلا لدولة أخرى على سبيل المثال، تختار من أسهمها هنا مثلا ألمانيا 119 سهم معروضة أيضا، ممكن أن تشتري فيها بشكل مباشر، مثل كوفيسترو، فاكس، أماديوس، أديداس، إيرباص، أكسترون. هذه الشركات المدرجة في السوق الإسباني 85 سهم، السوق الإيطالي 50 سهم، البرتغالي 17 سهم، تشيك 8 أسهم، الدنمارك 26 سهم، السويد 48 سهم، المملكة المتحدة 229 أيضا، النرويج على سبيل المثال 37 سهم، الولايات المتحدة 1477 سهم، بلجيكا 24 سهم، سويسرا 29 سهم، فرنسا 136 سهم. هذه أسواق البورصة في تلك الدول، فنلندا 27 سهم، هولندا 36 سهم. نعود إلى الأسهم الأكثر شهرة على مستوى العالم، الأسهم الأمريكية. تستطيع أن تشتري هذه الأسهم بصفر عمولة، يعني عمولة صفر على جميع الأسهم، حتى مبلغ شراء ب100 ألف يورو من حجم التداول. بعد ذلك يتم فرض عمولة تساوي 2 بالألف، يعني 2 بالألف على شراء هذه الأسهم. لكن حتى 100 ألف يورو تستطيع شراء هذه الأسهم، تملكها بشكل فعلي باسمك، تحصل على أرباحها، وتحصل أيضا يعني تحصل على أرباحها عندما توزع تلك الشركة أرباح فعلية مالية، وأيضا عندما يرتفع سعرها تستطيع أن تبيعها. شركة اكس تي بي، طبعا لماذا أنصح بالشركة؟ لأن الشركة هي من الشركات الموثوقة الوحيدة التي تمكنك من تملك الأسهم بشكل مباشر كوسيط عالمي في تلك الأسواق العالمية. تستطيع أن تشتري هذه الأسهم، تختار السهم الذي يناسبك أيا كان وتشتري هذا السهم، والشركة مرخصة رسميا طبعا بشكل كامل من سلطة دبي المالية، إضافة للترخيص الرسمي الحكومي البريطاني، الإسباني، البولندي، وترخيص المركز العربي للرقابة على شركات التداول الإلكتروني. منصات سهلة، استثمارات متنوعة،
ايضا الشركه مضمونه من خلال نظام التعويض والتامين حتى في حالات الافلاس او الانهيار، تقدم افضل المزايا والخدمات وافضل تعامل، وهناك دعم ومساعده متواصله باللغه العربيه اضافه الى تعليم وتحليل يومي مجاني للاسواق. نتمنى لكم التوفيق جميعا. طبعا رابط تسجيل مباشره بدون اي وساطات او عمولات في الشركه لفتح حساب تداول استثمار في الاسهم العالميه المختلفه التي ذكرنا اسواقها، الرابط مباشر موجود اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.